دوكا وصلنا للصح، دوكا نشوفوا شكون اللي راهو فايز في الحصه، شوفوا تراش الورقه اللي راهو فايز. سيدي مدام نسيم، هادي نسيم سيدي. زوج لهنايا في الكاس هذا كاينين زوج ورقي. يا درا شكون نديرو هذا؟ زوج فايزين. زوج فايزين تسمى. تسمى نديرو القرعة، تسمى أنا فايزين. القرعة. أنا فايزين نديرو قرعة شكون؟ حبس نغمض بها كما نشوفها وما نديرش الحيلة. ما تميلش ما تميلش. ما نميلش ما نميلش. دود بلا دروات. دود بلا دروات. لا بقوش خير. اقرا. أيوا شكون قولوا لي شكون؟ هذا كرة حمزة. قولوا لي شكون؟ خاطي حمزة. طارق. خاطي طارق. نسيم. نسيم. يا أنا هو الشيف حمزة. الله يبارك. الله يبارك. بارك الله. قراوا اسمي. واش نقول لك؟ ما نقدرش نعبر لك. فهمت كي طاح اسمي انا يعني كل هذا يدي مكتوبه بالبركه مبروك 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 ان شاء الله سما رانا مبروك مبارك عليك مبارك عليك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله رانا ماشي رانا كل بعيد ان شاء الله رانا الهدف الهدف كيجينا والحمد لله الحمد لله كان عندي شك ذا شك في طارق يعني هو ثاني ما شاء الله ثاني ديريسا دي بلاتو ما شاء الله والحمد لله وفقنا ربي وكل ان شاء الله كي ربحت انا كي ربحوا هما الحمد لله يعطيكم الصحه كي درتوا فيا ثقه وعطيتوني نقاط بارك الله فيكم ودوكا حب نعرف شكون اللي فايز معايا شوفوا خلي نسيم تتبع تبع خلي شوف زهير شوف طارق واحد زوج يستاهلها تستاهلوها في زوج يستاهلها ان شاء الله رانا كريم رانا كريم رانا يد واحده بربي ان شاء الله رانا يد واحده ان شاء الله اللي ضرك ضرني واللي ضرني ضرك ضرك هذيك هي اللي شاف اللي كانوا معايا طارق شاف طارق شاف نسيم شاف زهير ثاني يعطيهم الصحه وربي يوفقهم ان شاء الله وربي قدرنا اكل ان شاء الله دوكا لحقنا الكادو يا حمزه يا بارك عليك البارك قبل نجاحات كبيره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه شكر خاص للزوجه تاعي الاولى والعائله تاعي اكل ان شاء الله صاحبي ثاني نور الدين هاني خليل الزعروره زكي ايوب اكل والجروب تاعي تاع العرس الجروب الزينه تاعي اكل ربي يعطيهم الصحه كون مشهومه مانيش انا هكذا ثاني والمد ثاني الشكر تاعي خاصه اللي ثاني ثيقين فيا بارك الله فيهم ودك قناه شرق ثاني زدت طقس هكذا بروحي ثاني دك تخليني نزيد نطلع ان شاء الله في المرتبه ان شاء الله ثاني نمد الشكر تاعي للشرق تي في العرضه وعليها الكلام ثاني ساندتنا في كلش بارك الله فيهم ثاني ما شاء الله ثاني يعطيهم الصحة وربي يوفقهم إن شاء الله يعني الجروب ما شاء الله ربي يعطيه ويرضيه إن شاء الله